فإله مع الله قليلا ما تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة في الله، السؤال وردني كثيرا الحقيقة، وبخاصة في ظل جائحة كورونا التي أرعبت الناس للأسف. ماذا أفعل عندما أفكر بالموت وأخاف من الموت؟ بعض الناس بسبب الأحداث التي نراها اليوم وبسبب وسائل الإعلام العالمية التي تضخ كمية هائلة من الدعاية الإعلامية التي ترعب الناس من هذا الفيروس، فهناك بعض الناس أصبح لديهم رهاب، خوف شديد من الموت، من أن يصاب بهذا الفيروس فيعاني ثم يموت، أو لا يجد من يعالجهم أو لا يجد علاجا. الحقيقة أيها الأحبة، سبب هذه الظاهرة رقم واحد عدم الثقة بلقاء الله تبارك وتعالى. لاحظت أن الذين يفكرون بالموت غالبا لا يفكرون بلقاء الله، هذا اللقاء الممتع الجميل، لقاء يعني هو أجمل لقاء على الإطلاق في حياتك، هو لقاء الله تبارك وتعالى. الآن سأعطيكم طريقة عملية أيها الأحبة، نستطيع من خلالها أن يعني ندرك لماذا يجب ألا نخاف من الموت. يمكن أن نحذر، نأخذ احتياطات، نأخذ بالأسباب، ولكن ينبغي ألا نخاف. أولا، لنفرض أنك أنت لديك بيت خرب، ليس فيه خدمات، سيء جدا، مليء بالأمراض، مليء بالأوبئة إلى آخره، ولديك في مكان آخر قصر فيه كل الميزات، كل وسائل الراحة، في أفخم المناطق وفي أجمل الأماكن، وكل شيء متوفر، لا يوجد مرض، لا يوجد خوف، لا يوجد نقص، لا يوجد جوع، لا يوجد معاناة. المنطق العلمي يفرض بك أنك عندما يأتيك خبر أنك ستنتقل إلى هذا البيت الجديد ينبغي أن تفرح. كلنا يفرح عندما ينتقل من بيت قديم خرب، بيت يعني بإمكانيات ضعيفة جدا، فكيف إذا كان هذا البيت غير مملوك لك وستذهب إلى القصر الفخم الفاره وهو أنت تملكه، أنت تملكه. فإذا أيها الأحبة، في هذه الحالة كل إنسان يعني يتلهف لأن يعني أو يتمنى أن يسرع الزمن لكي يحظى بهذا البيت الجميل. الآن دعوني أجري مقارنة معكم بين الدنيا وبين الحياة فيما بعد الموت، الآخرة. القرآن العظيم أيها الأحبة يخبرنا دائما أن الدنيا هي متاع الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا. دائما الدنيا موضع انتقاد في القرآن الكريم، لا توجد آية تمدح أو ترغبك في الدنيا لأنها فترة قصيرة جدا ستمضي سريعا. الشيء الثاني، كل الآيات ترغبك بالآخرة، يعني مثلا
ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الآخرة أيها الأحبة والآخرة خير وأبقى. أمثلة كثيرة طبعا، آيات كثيرة تتحدث عن أن الآخرة أفضل وأبقى وخير عند ربك. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم يوم القيامة هو من المحضرين. يعني جنات تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها دار الخلد دار السلام. فأنت عندما تتخيل أن لحظة الموت ستكون أجمل لحظة في حياة المؤمن وستتلقاك الملائكة وتتلقاهم الملائكة بشراكم اليوم سلام عليكم، آيات كثيرة كثيرة جدا أيها الأحبة، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون السلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. كل الآيات التي تتحدث عن موت المؤمن فيها تكريم ورفاهية وانتقال إلى بيت آمن فيه كل ما تشتهي. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم لحظة الموت أيها الأحبة، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إذن أنت لديك كل ما تشتهي، الملائكة تحفك، لا يوجد من يخوفك بعد اليوم، لا يوجد من تحمل همه بعد اليوم من متاع أو مال أو زوجة أو أولاد أو جار كان يؤذيك أو مرض كنت تخاف منه. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ينبغي أن تتصور أن الحزن سينتهي على الماضي، ينبغي أن تتصور أن الخوف من المستقبل سينتهي أيضا، سيزول المرض سيزول الخوف ستزول كل المشاكل وتنتظر لقاء الله سبحانه وتعالى الذي قال من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. الشيء الثاني، تذكر ذلك الرجل المؤمن في سورة ياسين الذي قتلوه لأنه قال يا ليت قومي، قال إني آمنت بربكم فاسمعون، فعندما لم يتحملوا سماع صوت الحق قتلوه. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إذن أنت بعد الموت مكرم كمؤمن، وينبغي أن تعلم أنك لن تموت إلا بإذن الله، يعني الموت مكتوب. إذن أول شيء ينبغي أن تعلم أن الحياة التي ستنتقل إليها أفضل بمليارات المرات من الحياة التي تعيشها اليوم. الشيء الثاني، ينبغي أن تعلم أن هذا الموت لن يأتي إلا بأمر من الله، يحتاج إلى توقيع إلهي. الله سبحانه وتعالى يقول وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، يعني لا يستطيع أحد من الكون أن ينهي حياتك إلا بإذن الله حسب التاريخ الذي حدده الله لك سبحانه وتعالى. وهذا التاريخ محدد مسبقا، لماذا تفكر كثيرا؟ إذن هذه الخطوة الثانية التي ينبغي أن تفكر فيها، أن الموت مكتوب وانتهى الأمر. الخطوة الثالثة أيها الأحبة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام
تنبئنا أن المؤمن إذا أحبه الله ابتلاه. يعني لا تظن أن الذي يموت وهو مرفه له مكان عند الله أعلى من الذي يموت وهو يعاني من مرض أو من ظلم أو من شيء آخر. حتى إن بعض الروايات التي أنبأنا بها النبي عليه الصلاة والسلام بما معنى الأحاديث أن الله يحب أحيانا أن يكرم عبدا ويعطيه منزلة لا يبلغها إلا بالألم والمعاناة والمرض والبلاء، لا يبلغها بعمل، فيبتليه قبل الموت ببلاء فيه شيء من الألم، فيه شيء من الخوف، فيه شيء من الوجع الأوجاع، فيرفع الله منزلته إلى درجة عالية جدا لم يكن ليبلغ هذه المنزلة بأي عمل، لا بصلاة ولا صيام ولا أي شيء. إذن هذا المرض إذا أصاب المؤمن سيكون رحمة من الله به. هذا الوباء إذا أصاب المؤمن سيكون فضلا ورحمة من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أنبأنا عن الوباء وقال أنه بمعنى الحديث من جلس في بيته في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له فله أجر الشهيد. إذن أنت تنتقل إلى بيت أفضل ودائم وملك أصحاب الجنة، دائما في القرآن أصحاب الجنة، أنت صاحب هذا البيت. الشيء الثاني، هذه النفس لن يتوفاها إلا الله في وقت محدد وبإذنه، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. الشيء الثالث، لك أجر الشهيد. الشيء الرابع، لك منزلة عالية عند الله بشرط أن تصبر وتؤمن بالله سبحانه وتعالى. إذن بعد أن استعرضنا هذه الخطوات أو هذا الأسلوب بالتفكير، هل يمكن أن نخاف من الموت مثلا إذا جاء؟ الشيء الخامس والأهم، كل إنسان يحب لقاء الله، ولكن هذا اللقاء لا يمكن أن يحدث إلا بإتمام خطوة أخيرة هي الموت. يعني أنت تصلي وتصوم وتعبد الله وتقرأ القرآن ويعني تحلم بلقاء الله، كيف سيكون هذا اللقاء؟ كيف سيلقاك الله وهو راض عنك؟ من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. هذا اللقاء ما هو شكله؟ كيف ستلقى الله؟ ماذا ستقول لله سبحانه وتعالى؟ كيف سيكرمك الله كما أكرم ذلك الرجل في سورة ياسين؟ يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. هذا اللقاء لا يمكن أن يحدث إلا بالخطوة النهائية، آخر خطوة، آخر معاناة من الدنيا هي الموت، لابد منها. إذن أيها الأحبة، النبي مرض مرضا شديدا قبيل موته وعانى بشكل لم يعاني أي إنسان آخر، وكان يقول إن للموت لسكرات. فإذا أيها الأحبة، هذا الأمر ينبغي ألا نخاف منه، ينبغي إذا كان ولا بد أنت تفكر بالموت، اعمل بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، قل اللهم أحيني ما دامت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كان الموت خيرا لي. سلم الأمر كله لله وثق تماما أن الله سيختار لك الخير ويختار لك الوقت المناسب للقائه سبحانه وتعالى، لأنه هو الملك وهو الذي يحدد موعد هذا اللقاء، وليس نحن وليس أنت.
فقط، توكل على الله، لا تضيع وقتك بالتفكير بالموت، اجعل وقتك كله في قراءة القرآن، في تدبر آيات الآخرة. نصف القرآن يتحدث عن الآخرة أيها الأحبة، أكثر من نصف القرآن، إن لم يكن كل القرآن، كل آيات القرآن فيها تحذير من الدنيا وترغبك وتحببك بالآخرة وتحذرك من عذاب الله أيضا. فأنت إذا أكثرت من قراءة القرآن وحفظ القرآن وتدبر القرآن، صدقني ستشعر بسعادة حتى وأنت على فراش الموت. نسأل الله تعالى أن يرحمنا ويتوفانا على الإيمان، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون.